يسعد لي اوقاتكم جميعا. اليوم وصفتنا هندية لذيذة جدا، راح اسوي معكم مورك بدامي تشيكن. وشو هذا؟ هذا عبارة عن إدام هندي بس باللوز، لذيذ جدا، ذقته في مطعم وبحثت عن طريقة لقيته جدا سهل وقلت لازم اسويه معكم. قبل كل شيء راح اتبل الدجاج. انا عندي هنا دجاجة منزوعة الجلد ومقطعة، اذا فضلتوا انكم تحطون صدور عادي، بس انا فضلت اني احطها بالعظم اطعم للإدام. الإدام اذا كان فيه دجاج بالعظم اطعم بكثير من الصدور، فحبيت اني احطها كذا قطع. عموما الامر راجع لكم. مش حتبلها فيه، عندي ملح وفلفل احمر وشوي فلفل اسود وكركم وبهار الكاري، وعندي هنا فص ثوم الى فصين ثوم دقيتهم مع زنجبيل عشان يصير بهالشكل، يصير معجون. فإذا دقيته كثير كانت تجيني أسئلة على الخاص وشلون يصير معجون يمي، نفس الطريقة تجيبين الثوم والزنجبيل الفريش وتدقينهم مع بعض حيصير لك بهالشكل. نضيف الزنجبيل والبهارات ونتبلها زين ونخليها أقل شيء نص ساعة، وإذا حبيتوا تشتغلون عليها على طول براحتكم، بس عشان تعطيكم النكهة أقوى. ضروري أنكم تمسجون الدجاج زين بالبهارات عشان تاخذ الطعم أكثر. الحين خلاص بخليها على جنب إلين وقت ما أبي أطبخها. وبجهز خليط اللوز. عندي كوب لوز حطيته بالغلاية مع موية مغلية وحطيته على النار 5 دقائق، بعدين بعد ما برد قشرته بهالشكل. راح الحين احطه بالخلاط واضيف له شوي مويه عشان ينطحن. وهذا هو شكل اللوز بعد ما طحنته، بخليه على جنب عشان نضيفه للدجاج بعد ما نحمسه على النار. نبدأ نجهز الدجاج. حطيت شوي زيت بالقدر بحمس، حبة بصلة مفرومة إلين يبدأ يذبل، بعدين راح نضيف له ثوم وزنجبيل. خلاص بعد ما ذبل البصل راح أضيف زنجبيل والثوم، طبعا أنا دقيتهم مع بعض، وبحمس الحين مع البصل. عاد الحين تطلع لكم ريحة الزنجبيل والثوم خيالية خيالية. بعد ما حمست الثوم والزنجبيل مع البصل الحين راح اضيف الدجاج، قطع الدجاج اللي تبلناه واحمسه معه، وراح اضيف للدجاج شوي جرام مسلة وشوي اللي هو ريد تشيلي اللي هو الفلفل الاحمر البودرة، طبعا هو اختياري. الجرام مسالة لازم تضيفونه، بس الفلفل حسب رغبتكم. الحين بحمسه شوي، بعدين بضيف علبة زبادي، يعني بخليه كذا 5 دقائق. بهارات المسالة موجودة بكل محلات السوبر ماركت بقسم البهارات تلقونها. بعد ما نحمس الدجاج الحين راح أضيف الزبادي، علبة زبادي واحدة، نقلبها زين، بعدين نهدي النار ونغطيها نخليها تتسبك. وسلام على الريحة، ليتكم تشمون ولا أطلق مطعم هندي. بعد ما خليت على النار 5 دقائق أكشف الغطاء، ترى ما ضفت ولا نقطة موية نهائيا. الحين راح أضيف المعجون اللوز اللي طحناه، راح أضيفه له. حطيت شوي موية بالخلاط عشان منها ننظف الخلاط من اللوز، ومنها نبي نضيف موية للدجاج. أحركه وأخليه تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة يتسبك ويستوي الدجاج على نار متوسطة. بس الريحة ما أدري كيف أقول لكم، مزيج بهارات هندية مع ريحة اللوز على طول، سبحان الله ريحة اللوز تبدأ تطلع. الحين نشيك على الدجاج، خلاص تقريبا استوى. راح أصب عليه كريمة طبخ أو إذا حبيتوا حليب جوز الهند، يعني تعطيها طعم وكثافة.
تقريبا ربع كوب، بخليه 5 دقائق ياخذ طعم الكريمة، وبعدين يتقدم ويتزين بالكزبرة واللوز مقطع شرايح، ويتقدم مع رز أو خبز. وهذا مرق بدامي تشيكن خلص. بزين الوجه بشوي كزبرة، كمان عندي هنا لوز، راح أزين الوجه بلوز، يتقدم مع رز أبيض، حبيته خبز، لذيذ جدا، جربوه، طعم اللوز معطيه لذاذة مو طبيعية. وبالعافية.